بسبب النفوذ الأمني من قبل مالكيها، تسيطر شركة واحدة على سوق الإنترنت في الموصل لتمنع بقية الشركات من المنافسة وسط غياب تام للجهات المعنية. إرضاخ المواطنين على اعتماد شركة واحدة جعلهم مجبرين على استخدامها لعدم توفر البديل، فيما تعالت الانتقادات الموجهة لهيئة الإعلام والاتصالات في الكيل بمكيالين وعدم التحرك. طبعا للأسف الشديد احنا يعني بلد متقدم وبسنة 2024، ولكن لا زال الانترنت يعني متقطع جدا. يعني احنا نتطلع غير للمستقبل، واصلا انا الانترنت والله بالبيت شايله، الله وكيل صار الشهر ما نفعله بسبب ضعف النت، وعن دراسة الاولاد كلها على الانترنت، الدراسة صارت على الانترنت، وهذا يحسب على وزارة الاتصالات لان هذا فشل يعتبر، هذا ضعف الانترنت. ويعني ما شاء الله بقيه الدول العالميه عندها 4G، الجيل الخامس، يعني حتى الان الجيل الثالث ما عندنا للاسف يعني. وعلى الرغم من تصريحات هيئه الاعلام والاتصالات بتحسين جوده خدمه الانترنت، الا انه وبحسب متخصصين فان جوده الخدمه ما تزال مترديه بل وتتجه نحو الأسوأ. والله النت في شكل في عامة الموصل تعبان النت، فيعني انا طلعت من البيت انه اطلع الكافتيريا ماكو نت، يعني نت السته ماكو واقف. نحن لمن نحمل هذه المسؤوليه؟ هيئه الاعلامات والاتصالات لمن نحملها هذه المشكله؟ مشكله النت وين يعني وين؟ والله يعني هيئه الاعلام والاتصالات هي المسؤوله على الانترنت، وهي اللي تتحمل مسؤوليه الفشل مال الانترنت بمدينه الموصل، وما عندنا امكانيه ندفع انترنت باسعار خياليه وكثيره، وانترنت ضعيف وماكو انترنت يعني زين. وتتصاعد الدعوات للحكومه المركزيه واجهزتها الرقابيه الى التدخل ووضع حد لاحتكار شركات الانترنت التي يقول عنها مراقبون انها تمادت بتواطؤ هيئه الاعلام والاتصالات. عماد علي والنيوز الموصل.